للمزيد من المتابعه ينضم الي مباشره الاستاذ ياسر سلطان، عضو اللجنه العليا للحج. استاذ ياسر، اهلا بك معنا في اون لايف. كل عام حضرتك بخير. بطبيعه الحال سأبدأ الحديث عن اخر الاستعدادات التي اتخذتها البعثه المصريه الرسميه وانتم في اللجنه العليا للحج، طبعا استعدادا ليوم الترويه وقبيل التصعيد الى عرفات باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناشر الحج يأتوك رجال وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. صدق الله العظيم. في البداية طبعا الاستعدادات كانت موجودة من امبارح والنهاردة في معاينات للمخيمات في منى ومكة، وكان النهاردة في جولة تفقدية من وزارة السياحة ومن الوزير رئيس البعثة ومفتشين الوزارة ومن عدد من أعضاء الغرفة عشان يشوفوا كل المخيمات وينزلوا على كل السبل لراحة الحجاج في منى وعرفات إن شاء الله. إن شاء الله. طيب أهم الملاحظات، إلى جانب البعثات الطبية طبعا هتكون مرافقة. طب أهم الملاحظات اللي تم رصدها اليوم في جولة التفقد القام بها الوزير وأعضاء البعثة؟ الملاحظات كلها ملاحظات إيجابية. النهاردة عندنا المخيمات البري تمام، ويعتبر أقل مستوى في الحج السياحي، كانت مخيمات مريحة للحجاج وفخمة جدا لا تختلف كثيرا عن المستويات الأخرى. وكل البعثة النهاردة شافت هذه المخيمات تمام، ودرجة استيعابها للحجاج ودرجة الخدمات التي ستقدم للحجاج إن شاء الله بعد غد في عرفات. طب كيف يسير التنسيق مع الجانب السعودي، وحضرتك كيف تقيم بشكل عام إجراءات المملكة هذا العام لاستقبال أكثر من 2 مليون حاج لهذا الموسم؟ بالنسبة للمملكة طبعا تم تغيير بعض مسارات الشوارع في عرفة حتى لا يحدث تكدس، والسلطات السعودية هنا تكمل جميع الخطوات التي تؤدي إلى عدم إحداث تكدس في عرفات وبعد النفر إن شاء الله إلى المزدلفة. طيب أستاذ ياسر، يعني ماذا بشأن أيضا التواصل مع الحجاج المصريين في الأماكن المقدسة، ما إذا كان هناك لجان للتنسيق وللتواصل، وكيف يمكن للحاج في هذه المشاعر أن تتواصل مع البعثة المصرية في حال وجود أي شكاوى؟ الحقيقة من بداية الحج حتى الآن احنا عندنا كتيبة من المقاتلين سواء كانوا قيادات أو موظفين في وزارة السياحة أو موظفين وقيادات في غرفة شركات السياحة، ومع طبعا أصحاب شركات السياحة والمشرفين والمنظمين لهذه الرحلات، وعندنا حاسب آلي كل بيانات الحجاج موجودة على الكمبيوتر الخاصة بحجاج السياحة. أي حجاج مفقودين أو أمتعة أو أي مشاكل بتقابلهم بيكون جزء من الحل إرسال اللجان والبعثات، ودي هتبقى تظل معهم إن شاء الله في المشاعر في منى وفي عرفة وإن شاء الله بعد الحج في المدينة إن شاء الله موجودة مع الحجاج. طيب ما الجديد الذي تقدمه البعثة المصرية هذا العام للحجاج المصريين مختلف عما كانت تقدمه في السنوات الماضية؟ الجديد في وجبات قدمت أثناء السير بالنسبة لحجاج الحج البري أخذوها في الطريق، ودي مقدمة من غرفة شركات السياحة، إلى جانب رفع مستوى الخدمة والسكن والإقامة طبعا في مكة وفي المدينة. طيب بعض التفاصيل الخاصة بالحالة الصحية وأخبار البعثة الطبية اللي بتقدم خدماتها المختلفة للحجاج المصريين في المملكة. البعثة الطبية في مكة بتزور كل معظم الأماكن للحجاج، وفي عيادة موجودة في منطقة قريبة من مكة موجودة فيها أطباء وأدوية وكل اللي يحتاجه اي مريض، وما عندناش الحمد لله حالات مستعصيه يعني كبيره الا حالتين، وان شاء الله هيتم نقلهم على عرفه ان شاء الله ليتم الحج ان شاء الله.
طيب اليوم من المفترض انه دكتور مصطفى مدبولي عقد او بحث طبعا عقد مؤتمر صحفي تحدث فيه عن اخر الاستعدادات بعد هذه الجوله التفقديه، وايضا قابل وزير الحج شؤون الحج والعمره السعودي. لو لدى حضرتك اي معلومات عن اهم ما دار في هذا اللقاء؟ هو الحقيقه انا ما كنتش موجود في الاجتماع، بس اللي اعرفه ان رئيس البعثه الوزير دكتور مصطفى مدبولي دايما في زياراته للميدانيه للمشاعر او الاماكن الاقامه دايما يوصي براحه الحجاج والتعامل على اذلال كل تذليل كل الصعوبات امامهم، وحتى المشاكل اللي كنا بنواجهها كلها مشاكل بسيطه لا ترتقي أن تحدث مشكلة كبيرة إن شاء الله في الحج السياحي بالذات، لأنه عندنا في القطاع السياحي خدمة مميزة، وإحنا قادرين بالخبرة الموجودة عندنا إن إحنا نعدي إن شاء الله الحج على خير، ونتمنى بإذن الله إن شاء الله إن ربنا يتقبل من جميع الحجاج المصريين ويتغمد شهداء مصر من الشرطة والجيش برحمته إن وكان شاء الله هذا في هو هذه الايام المباركه. سؤالي التالي استاذ ياسر، البقعه المقدسه، اهالي الشهداء من الحجاج المصريين الذين تستضيفهم المملكه في برنامج ضيوف الملك سلمان العاهل السعودي، كيف تسير لديهم الاوضاع والتسهيلات المقدمه اليهم خصيصا طبعا الى جانب ما تقدمونه انتم طبعا للحجاج المصريين العاديين؟ هو طبعا معالي الملك طبعا مستضيف اهالي الشهداء، ومعلوماتنا عن الاستضافه طبعا استضافه كامله وخدمه مميزه، وطبعا ده اقل حاجه ممكن تتقدم لاهالي الشهداء، ونشكر المملكه العربيه السعوديه على هذه الاستضافه وعلى رحب سعاده الملك. طيب مدى التعاون اللي حضراتكم وجدتوه من السلطات السعوديه سواء في شؤون الحج والعمره او السلطات الامنيه، ومدى تجاوب الحجاج المصريين ايضا مع كل التعليمات الامنيه الصادره من المملكه؟ طبعا التجاوب الحجاج اوريدي ليهم مشرفين وموجودين معهم في رحلاتهم، وليهم شركات بتشرف وطبعا وبتوصيهم وتنصحهم بالنصائح اللازمه. التعاون طبعا السعودي فوق الوصف، والسلطات السعوديه متعاونه الى حد كبير مع الوزاره ومع البعثه المصريه، وكل مشكله بنقابلها او بنواجهها بيحاولوا يحلوها باسرع طريقه، لان طبعا يعني ربنا يجازيهم ان شاء الله في الدنيا والاخره عن هذه الحلول السريعه المنجزه. اللهم امين. طيب هل هناك اي نصائح حضرتك تسديها الى الحجاج، اي ممنوعات، اي مناشدات حضرتك بتوجهها لهم في يوم عرفات تحديدا؟ يعني الارتباط والالتزام بمشرف الرحله لكل مجموعه، كل مجموعه لها مشرف ولها قائد، يا ريت ما حدش يبعد عنه ويكون متواصل معاه باستمرار، لو حد حس بتعب ولا اي حاجه يبلغه، تمام؟ لو في تكدس ما يحاولش يمشي في وسط الزحمه والتكدس، تمام؟ الرسول وصانا في النفره من عرفات لمزدلفه، وكان بيقول السكينه السكينه، ورفاقا بالضعفاء واهل الحاجه من المصابين او حد ضعيف او كبير في السن، يا ريت يكون في شباب موجود معاه، وفي نفس الوقت ما نستعجلش ان شاء الله ربنا يتقبل الحج منا جميعا، وان شاء الله عقبال ان شاء الله نرجع لمصر سالمين غانمين مغفورين الذنوب ان شاء الله. امين يا رب العالمين. اخيرا، في حال وجود اي شكوى، هل هناك رقم لحضراتكم، طريقه معينه في حال وجود اي شكوى خصوصا في يوم عرفات، لان احنا بتعلم كم يكون ازدحام عصيب في هذا اليوم؟ كنت بقول لحضرتك احنا عندنا كتيبه من المقاتلين من لجان في وزاره السياحه وغرفه شركات السياحه، ستمر كل فترة على جميع المخيمات في عرفة للاطمئنان عليهم، وفي رقم موجود مع معظم الشركات أو الحجاج، ممكن يتواصلوا
لو في أي مشكلة ولا حاجة في الوزارة أو في غرفة شركات السياحة بالحاسب الآلي. بشكر حضرتك، كنت معي مباشرة من الأراضي المقدسة الأستاذ ياسر سلطان، عضو اللجنة العليا للحج. وحج مبرور وذنب مغفور بإذن الله لكل الحجاج المصريين والمسلمين في العالم.